الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا بنور الإيمان، ونور عقولنا بنور العلم والمعرفة. في هذا اللقاء الخامس سوف نمر إلى الفصل الثاني، وتحديدا سوف نرى الحد الجبري، العبارة الجبرية، العمليات على العبارات الجبرية، ثم تحليل العبارات الجبرية. إذن هذا هو موضوع اللقاء الحي الخامس، وسوف نبدأ بالحد الجبري. الحد الجبري في متغير واحد، ما هو تعريفه؟ هو أبسط العبارات الجبرية، حيث يكتب على الصورة التالية A X أس N، حيث أن A هو عدد حقيقي مخالف للصفر، والN هذا هو عدد من الأعداد الطبيعية بما فيها الصفر، معامله A ودرجته N. الحد الجبري في متغيرين هو أيضا من العبارات الجبرية، والتي تكتب على الصورة التالية، حيث أن لدينا المتغير الأول X أس N، والمتغير الثاني Y أس M، وA دائما هو عدد حقيقي مخالف للصفر، وN وM هي أعداد تنتمي إلى المجموعة الكلية، معامله A ودرجته N زائد M، N زائد M. هذا هو تعريف الحد الجبري في متغير واحد والحد الجبري في متغيرين. حتى نرسخ هذين المفهومين سوف نأخذ أمثلة. نأخذ الحد الجبري 5 X أس 0 يساوي 5، لأن أي شيء أس 0 هو يساوي 1. إذن الحد الجبري لخمسة هو ماذا؟ هو صفر، ومعامل الحد الجبري هو العدد 5. نمر إلى المثال الثاني 3 X، وفي الحقيقة 3 X أس 1، إذن معامل الحد الجبري هو 3، ودرجة الحد الجبري هو 1. نمر إلى المثال الثالث 4 X أس 6، معامل الحد الجبري هو 4، ودرجة الحد الجبري هو 6. إلى حد الآن رأينا أمثلة لحد جبري في متغير واحد وهو X. نمر الآن إلى حد جبري في متغيرين فيه الـ X وفيه الـ Y، 8 X أس 3 Y أس 2. إذن معامل الحد الجبري هو 8، ودرجة الحد الجبري هو 3 زائد 2 يساوي 5. نأخذ أمثلة ثانية، الحد الجبري للعدد 10، طبعا 10 هذا هو يسمى معامل الحد الجبري، وبما أنه لا يوجد متغير فإن درجة الحد الجبري يساوي 0، يعني أي عدد حقيقي يسمى حد جبري، وهذا العدد هو يسمى معامل الحد الجبري، ودرجة الحد الجبري هو 0. 7 X، المعامل هو 7، معامل الحد الجبري 7، وبما أن الـ X هو X أس 1 في الحقيقة، ولكن لا نكتب أس 1، إذن درجة الحد الجبري هو 1. 8 X أس 10 هو الحد الجبري في متغير واحد دائما، معامله هو 8، ودرجة الحد الجبري هو 10. نأخذ الآن مثال في متغيرين، حد جبري في متغيرين، معامله هو العدد 6، ودرجة الحد الجبري يجب أن نجمع 4 زائد 5
إذن درجة الحد الجبري هذا في متغيرين هو 9. إذن لاحظ أننا لا نكتب متغير أس 0 أو أس 1، هذا هو الحد الجبري. بالنسبة لصفحات الكتاب موجود عندكم في الصفحة 100 بالضبط، الصفحة 100 هذا العبارة الجبرية، الحد الجبري معامله ودرجته. هل هذا مفهوم بالنسبة للحد الجبري؟ طيب لو أعطيكم مثال الآن، الحد الجبري 8، ما هو معامل الحد وما هي درجة الحد؟ ما هو الحد الجبري 8، معامل الحد ودرجة الحد؟ طبعا معامل الحد هو 8 ودرجة الحد الجبري هو 0. ممتاز. سنأخذ مثال ثاني، سالب 12x، ما هو معامل الحد وما هي درجة الحد الجبري؟ المعامل ما هو 12؟ المعامل هو سالب 12، المعامل سالب 12 ودرجة الحد هو 1. واضح أستاذ محمد؟ إذن المعامل هو العدد الذي يأتي قبل المتغير سواء كان بالموجب أو بالسالب. طيب الآن آخذ مثال ثاني، ما هو معامل الحد الجبري وما هي درجة الحد الجبري حتى وإن لم نرى حد جبري في 3 متغيرات؟ ممتاز. الحد الجبري المعامل هو 15، والحد الجبري عندنا كم من متغير؟ عندنا x، لا ما هو 0، عندنا x y وماذا أيضا؟ وz. إذن عندنا x أس 1 و y أس 1 و z أس 1، 1 مع 1 مع 1 يساوي 3. إذن درجة الحد الجبري الذي كتبته أنا على النظام هو كم؟ هو 3. لماذا؟ لأن عندنا x أس 1 و y أس 1 و z أس 1. واضح؟ طيب إذن نمر من الحد الجبري الآن إلى العبارة الجبرية، العبارة الجبرية. ممتاز. العبارة الجبرية هي صيغة من متغيرات وأعداد حقيقية مرتبطة فيما بينها بواسطة العمليات الجبرية من جمع وطرح وضرب وقسمة وجذور، ويمكن أن تكون العبارة الجبرية بمتغير واحد أو أكثر. ودرجة العبارة الجبرية هي أعلى درجة حد من حدودها الجبرية. إذن لابد أن نسطر كلمة هي أعلى درجة من حد من حدودها الجبرية. أوكي. لنأخذ المثال الأول، العبارة الجبرية 8x plus 5 زائد 4x plus 3 زائد 2، كم عندنا من حد جبري في هذه العبارة الجبرية؟ لدينا 3 حدود جبرية، الحد الأول هو 8x plus 5، الحد الثاني هو 4x plus 3، والحد الجبري الثالث هو 2. ما هي أعلى حد جبري؟ طبعا الأس الأكبر هو 5، إذن أعلى حد جبري هي درجة العبارة الجبرية، إذن هي 5. نمر إلى المثال الثاني، 8x أس 5 y أس 2 زائد 4x أس 3 زائد 2x زائد 1، كم عندنا من حد جبري؟ طبعا عندنا الحد الأول اللي هو مكتوب بالأحمر 8x أس 5 ضرب y أس 2 زائد 4x أس 3 زائد 2x زائد 1، إذن عندنا 4 حدود جبرية. ترى الحد الجبري الأول اللي مكتوب بالأحمر ما هي درجة هذا الحد الجبري؟ درجته 7، والحد الجبري الثاني هو 3، والحد الجبري الثالث هو 1، والحد الجبري الأخير اللي هو 1 0. إذن أعلى حد جبري هو 7، إذن درجة العبارة الجبرية هي 7.
مفهوم؟ نمر إلى آخر مثال. 8 أكس أس 2 ضرب واي ضد زد زائد 4 أكس أس 3. كم عندنا من حد جبري؟ لدينا حدان جبريان. ما هي درجة الحد الجبري الأول؟ عندنا x أس 2 y أس 1 وz أس 1. إذا نجمع 2 زائد 1 زائد 1 يساوي 4. إذا أعلى حد جبري هو 4، وبذلك يكون درجة العبارة الجبرية. واضح؟ أرجو أن تكتبوا على النظام قبل أن نمر إلى الفقرة الموالية. إذا رأينا الحد الجبري ورأينا العبارة الجبرية. أوكي. نمر الآن إلى عملية الجمع والطرح. يتم جمع وطرح العبارات الجبرية عن طريق جمع وطرح الحدود المتشابهة. الحدود المتشابهة. لدينا المعطى الأول وهو A متكون من 5x أس 3 زائد 4x أس 2 ناقص 3x زائد 6. ولدينا عبارة جبرية ثانية 3x أس 3 زائد 2x أس 2 ناقص 2. المطلوب هو A زائد B. A زائد B. طبعا سوف نقوم بجمع ماذا؟ نقوم بجمع وطرح الحدود المتشابهة. إذا كان لدينا جمع نجمع، وإذا كان لدينا طرح بنطرح. إذا عندنا A زائد B 5X أس 3 زائد 3X أس 3 تصبح لدينا 8X أس 3. لدينا 4X أس 2 زائد 2X أس 2، 4 زائد 2 يساوي 6X أس 2. ثم لدينا سالب 3X ثم زائد 6 ناقص 2 يساوي زائد 4. هذا هو A زائد B. الآن A ناقص B. A ناقص B. ولحل المسائل هذه أنصحكم أن تستخدموا الأقواس حتى لا تخطئوا في الإشارات. يعني أنك تكتب العبارة الجبرية الأولى اللي هي A، خذ القلم واكتب معي على الورقة. تكتب الـ A 5X أس 3 زائد 4X أس 2 ناقص 3X زائد 6، هذا القوس الأول. ثم نطرح منه القوس الثاني اللي هو B 3X أس 3 زائد 2X أس 2 ناقص 2. والآن ننزع الأقواس. القوس الأول الإشارات لا تتغير، تبقى على ما هي عليه. 5X أس 3 زائد 4X تربيع ناقص 3X زائد 6. ولكن الآن بالنسبة للقوس الثاني ماذا نفعل؟ نغير إشارات التي داخل القوس. إذا كانت موجبة تصبح سالبة، وإذا كانت سالبة تصبح موجبة. إذا سالب 3X تكعيب، سالب 2X تربيع، وسالب سالب 2 تصبح موجب 2. ثم نجمع الأسس المتشابهة. عندنا 5X أس 3 ناقص 3X أس 3، إذا الناتج يكون 2X أس 3. عندنا 4X تربيع ناقص 2X تربيع تصبح زائد 2X تربيع. بعدين نكتب سالب 3X زي ما هي. وعندنا 6 زائد 2 يساوي كم؟ يساوي 8. إذا الناتج يكون 2X أس 3 زائد 2X تربيع ناقص 3X زائد 8. واضح يا شباب؟ هذا بالنسبة لـ A ناقص B. سوف أعيد. سوف أعيد مع B ناقص A. لابد أنك تأخذ القلم وتكتب معي. أنا بكتب هون على الورقة حتى تتابعوا معي. سوف نكتب الآن العبارة الجبرية B بين قوسين. أكتب قوس أول. ماذا سنكتب داخل القوس؟ 3X أس 3 زائد 2X أس 2 ناقص 2، ونغلق القوس. واضح؟ على الشاشة ما غير ممكن، على الشاشة غير ممكن، يعني ما عندي الـ يعني الـ الـ النظام لا يسمح بكتابة يعني الأسس وإلى غير ذلك. آسف.
تابعي معي أخت بشائر، واكتبي معي على الورقة، خذي ورقة والقلم، 3x+3 زائد 2x+2 ناقص 2، كل هذا بين قوسين، ثم تكتب سالب، والكتابة نبدأ من اليسار إلى اليمين. سالب، نفتح قوس، سنكتب العبارة الجبرية لـ A اللي هي 5x+3 زائد 4x+2 ناقص 3x زائد 6، ونغلق القوس. نرجع إلى السطر الآن، نكتب يساوي، هذه هي B ناقص A، B ناقص A. سننزع الأقواس الآن. بالنسبة للقوس الأول لا تتغير إشاراته، لماذا؟ لأنه لا يوجد أي شيء قبل القوس، يعني نكتب 3x+3 زي ما هي زائد 2x تربيع ناقص 2. الآن عندك سالب أمام القوس الثاني، موجب يصبح سالب، واللي يكون سالب يصبح موجب. عندنا داخل القوس 5x تكعيب يصبح ماذا؟ سالب 5x+3. عندنا 4x تربيع يصبح سالب 4x+2. عندنا سالب 3x يصبح ماذا؟ موجب 3x. عندنا موجب 6 يصبح سالب 6، لماذا؟ لأن أمام القوس عندنا سالب. واضح؟ الـ A عندنا فيها سالب 3x، يعني نغير الإشارات بس. نعم نغير الإشارات بس. يلا الآن نقوم بـ جمع الأسس المتشابهة. عندنا 3x تكعيب وعندنا سالب 5x تكعيب، الناتج هو كام؟ هو سالب 2x تكعيب. عندنا زائد 2x تربيع ناقص 4x تربيع، الناتج يصبح سالب 2x تربيع. زائد 3x، ما عندنا x-ات إلا زائد 3x، وعندنا سالب 2 وسالب 6 يصبح كام؟ يصبح سالب 8. إذن النتيجة بالنسبة لـ B ناقص A هي سالب 2x تكعيب ناقص 2x تربيع زائد 3x ناقص 8. هذا هو يعني بالنسبة لجمع وطرح طبعا العبارات الجبرية. آمل أن يكون واضحا. نمر الآن إلى ضرب حد جبري في آخر. نضرب حد جبري في آخر. عندما نضرب حد جبري في حد جبري آخر، نضرب المعامل والمتغيرات معا. طيب سوف نأخذ المثال الأول. آمل أن تأخذوا دائما ورقة وقلم أو دفتر وتكتب، ما هو المعطى؟ A تساوي 5x تكعيب ناقص 4x تربيع زائد 3x ناقص 6. المطلوب الآن هو 3 ضرب A، 3 ضرب A. أكتب 3 وأفتح قوس وأكتب العبارة الجبرية لـ A. إذن 3 وأفتح قوس، 5x تكعيب ناقص 4x تربيع زائد 3x ناقص 6، وأغلق القوس. ثم ماذا سنفعل؟ سنوزع الثلاثة هذه على الحدود الجبرية للعبارة الجبرية، يعني 3 ضرب 5 x تكعيب، ثم 3 ضرب سالب 4، ثم 3 ضرب 3 x، ثم 3 ضرب سالب 6. إذن الناتج يكون 3 ضرب 5 x تكعيب يصبح 15 x تكعيب، 3 ضرب سالب 4x تربيع يصبح سالب 12x تربيع، 3 ضرب 3x يصبح موجب 9x، و3 ضرب سالب 6 يساوي سالب 18. هذا هو ناتج 3a. المطلوب الآن هو سالب 2a، سالب 2a. أكتب سالب 2 وأفتح قوس وأكتب العبارة الجبرية لـ A، ثم أقوم بعملية ضرب سالب 2 في الحدود الجبرية للعبارة الجبرية. سالب 2 ضرب 5 x تكعيب يصبح سالب 10 x+3، سالب 2 ضرب سالب 4 x تربيع، طبعا السالب في السالب يصبح موجب، إذن موجب 8 x تربيع، سالب 2 ضرب 3 x
يعني سالب 2 ضرب 3 تصبح سالب 6 x، وسالب 2 ضرب سالب 6 يصبح موجب 12. هذا هو كيفية حساب سالب 2a. هل كان مفهوما الآن بالنسبة للمطلوب الأول والمطلوب الثاني قبل أن ننطلق إلى المطلوب الثالث؟ آمل أن تكتبوا على النظام. واضح؟ المطلوب الأول، أعيد المطلوب الأول أستاذ محمد. طيب أوكي، المطلوب هو 3A، 3 ضرب A، 3A يساوي 3، وافتح قوس أستاذ محمد وبقية الطلاب والطالبات واكتب الحد الجبري لـ A اللي هو 5X تكعيب ناقص 4X تربيع زائد 3X ناقص 6. بعدين ماذا سنفعل؟ الثلاثة هذه هي عبارة، سوف نضربها في الحد الأول، ثم ثلاثة نضربها في الحد الثاني، ثم ثلاثة نضربها في الحد الثالث، ثم ثلاثة نضربها في الحد الرابع. ثلاثة في الحد الأول، ثلاثة في خمسة كام؟ 15X تكعيب. ثم ثلاثة في سالب 4X تربيع، ثلاثة في سالب 4 سالب 12، إذن سالب 12X تربيع. 3 ضرب 3x يساوي كم؟ يساوي 9x، و3 ضرب سالب 6 يساوي سالب 18. إذن قمنا بعملية التوزيع هذه. هل كان مفهوما هذا؟ أوكي. الحد المطلوب الثاني بنفس الطريقة أستاذ محمد وبقية الطلاب والطالبات. إذن سوف الآن نمر إلى المطلوب الثالث، وعوض أن نضرب الآن عدد في حد جبري سوف نضرب حد جبري في حد جبري، حتى وإن كان العدد هو يسمى حد جبري، لكن بما أن يعني الأس هو صفر، يعني الآن سوف نضرب 2x ضرب a، 2x ضرب a. أكتب 2x وأفتح قوس وأكتب العبارة الجبرية لـ a، ثم أقوم بعملية التوزيع بنفس الطريقة. 2x ضرب 5x أس 3، طبعا 2 ضرب 5 هذه 10، وعندك x في x أس 3، طبعا هون نجمع الأسس يصبح x أس 4. إذا الحد 2x في الحد 5x تكعيب يصبح 10x أس 4. نمر إلى الحد الثاني الآن، 2x ضرب سالب 4x تربيع، 2 ضرب سالب 4 هذه سالب 8، وعندك x أس 1 ضرب x أس 2 يصبح x أس 3. نمر إلى الحد الثالث، 2x ضرب 3x، 2 ضرب 3 6، و x أس 1 ضرب x أس 2 يصبح x أس 2x ضرب 3x عفوا، 2 ضرب 3 يساوي 6، و x أس 1 ضرب x أس 1 يصبح x أس 2. نمر الآن إلى الحد الأخير، 2x ضرب سالب 6، ليش جمعنا الأسس الأول يا أستاذ محمد؟ x أس 2 ضرب x أس 3 كم يساوي؟ x أس 2 ضرب x أس 3، هذه قاعدة درسناها في الفصل الأول، x أس 2 ضرب x أس 3 يساوي x أس 5، واضح؟ وإذا كان لدينا x أس 1 ضرب x أس 3، 1 زائد 3 يساوي x أس 4، واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لـ 2x ضرب a، هل كان مفهوما بالنسبة للمطلوب الثالث؟ بس في الضرب نجمع، أي نعم في الضرب نجمع ماذا يا أستاذ محمد؟ نجمع الأسس، نجمع الأسس لنفس المتغير. أما الأعداد فنضربها في بعض. طيب الآن نمر إلى ضرب عبارتان جبريتان في بعض. عوض عندك حد جبري في عبارة جبرية، عبارة جبرية في عبارة جبرية. عندنا الحد العبارة الجبرية الأولى A والعبارة الجبرية الثانية هي B. طيب أنصحكم أن تأخذوا ورقة وقلم مثل ما اتفقنا، وسنكتب A ضرب B، A
ضرب بي، نكتب A ضرب بي يساوي بالحروف، A ضرب بي يساوي، أفتح قوس وأكتب العبارة الجبرية لـ A. يلا أربعة X تربيع زائد ثلاثة X ناقص ستة، وأغلق القوس بالنسبة للـ A، وأفتح قوس ثاني الآن للعبارة الجبرية لـ B اللي هي سالب اثنين X تكعيب زائد أربعة X زائد واحد، وأغلق القوس. طيب الأمر ما هو معقد، الأمر سهل جدا. سنبدأ بالحد الجبري الأول اللي هو 4X تربيع، ونقوم بتوزيعه على الحدود الجبرية لـ B. يعني سنضرب 4X تربيع في سالب 2X تكعيب، الناتج كم سيكون؟ 4 ضرب سالب 2 هذه سالب 8، و X أس 2 ضرب X أس 3 هي X أس 5. ثم نمر الآن إلى 4X تربيع ضرب 4X، 4X تربيع ضرب 4X، 4 ضرب 4 يساوي 16، و X تربيع ضرب X أس 1 يصبح X أس 3، واضح؟ ثم 4X تربيع ضرب 1 زائد إذن 4X تربيع، وبذلك أنهينا التوزيع مع الحد الجبري الأول للA. هل كان واضحا السطر الأول هذا؟ ثم ننتقل إلى الحد الجبري الثاني 3X، ولكن سأرجع إلى السطر حتى يعني لا أخطأ في عدد الحدود وكيفية حسابها. 3X ضرب سالب 2X تكعيب، 3 ضرب سالب 2 هي سالب 6، وعندك X أس 1 ضرب X أس 3 هي X أس 4. نمر إلى 3X ضرب الآن 4X، 3 ضرب 4 هذه 12 إذن زائد 12، و X أس 1 X أس 1 يصبح X أس 2. بقي الآن 3X ضرب الواحد هي زائد 3X، وبذلك انتهينا من الحد الجبري الثاني للعبارة الجبرية A مع العبارة الجبرية B. أرجع إلى السطر الآن وأنهي مع الحد الجبري الأخير اللي هو سالب 6، سالب 6 ضرب سالب 2X تكعيب، سالب 6 ضرب سالب 2 يصبح موجب 12X تكعيب، وسالب 6 الآن ضرب 4X هو سالب كام؟ فضرب 1 يساوي سالب 6. إذا تيقن أن لديك في كل سطر عدد الحدود الجبرية للبي 3 3 3، وبذلك لم تنسى أي حد جبري. ثم نقوم الآن بعملية جمع الأسس المتشابهة. إذا عندنا سالب 8 X أس 5، ثم لدينا سالب 6 X أس 4 نرتبها تصاعديا، ثم عندنا 16 X تكعيب زائد 12 X تكعيب يصبح لدينا 28 X تكعيب، ثم لدينا 4 X تربيع زائد 12 X تربيع يصبح زائد 16 X تربيع، ثم لدينا سالب 24 X وعندنا 3 X، إذن الناتج هو سالب 21 X، وأخيرا سالب 6. واضح؟ ايش اللي بنطرحها؟ لا نطرح فقط الاعداد، الاسس لا نطرحها، الاسس نجمعها دائما، الاسس لا نطرحها. عندنا متى طرحنا؟ ما طرحنا ولا اس. اذا كان عندنا سالب 8 اكس اس 5 كتبناها، بعدين عندك 16 اكس تكعيب زائد 12 اكس تكعيب، 16 زائد 12 28 اكس تكعيب، وعندك سالب 6 اكس اس 4، وبعدين عندك الاكس تربيع، هون عندك كام؟ 4 اكس تربيع، وعندك هون 12 اكس تربيع 16. اما اذا كان عندك سالب 24 اكس وزائد 3 اكس، طبعا الناتج سالب 21 اكس. اخر شيء، ايش اللي اخر شيء؟ سالب 24 اكس زائد 3 اكس يساوي سالب 21 اكس.
واضح ولا مو واضح؟ الأسس خمسة وثلاثة واثنين ما بيها، ما بيها الأسس خمسة واثنين وثلاثة واثنين. الخمسة أنت ما فهمتيها من أول. شوفي بالنسبة للأسس الأولى احنا اتفقنا أننا يعني قمنا بعملية الضرب. نتابع نتابع فضلا، ركزوا معي سأعيد من البداية. أخذنا الحد الجبري الأول 4x تربيع، ضربناه في سالب 2 x تكعيب، 4 ضرب سالب 2 سالب 8، وx أس 2 ضرب x أس 3 نجمع الأسس 2 زائد 3 تحصلنا على 5. ثم 4x تربيع ضرب 4x، 4 ضرب 4 16، وعندك x تربيع وهذه x أس 1، 2 زائد 1 يصبح 3. عندك الآن 4x تربيع ضرب 1 هي 4x تربيع، وانتهينا من الحد الجبري الأول 4x تربيع، ونعيد نفس الشيء مع الثلاثة x. واضح ولا مو واضح؟ قلت 2 و 4 كيف صاروا؟ طيب اوكي، 3x، 3x ضرب سالب 2x تكعيب، 3 ضرب سالب 2 سالب 6، وعندك x أس 1 ضرب x أس 3، 1 مع 3 يصبح أس 4. عندك 3x ضرب 4x الآن يصبح ماذا؟ 3 ضرب 4 12، وعندك x أس 1 ضرب x أس 1 يصبح x أس 2، زائد الآن 3x ضرب 1 هو زائد 3x. بعدين الآن ننتقل إلى الحد الأخير واللي هو سالب 6. سالب 6 ضرب سالب 2x تكعيب هو موجب 12x تكعيب، وسالب 6 ضرب 4x تصبح سالب 24x، وسالب 6 ضرب 1 هو سالب 6. ثم نجمع الأسس المتشابهة ونتحصل بذلك على العبارة A ضرب B. آمل أن تكونوا قد استوعبتم ضرب العمليتان عبارتان جبريتان. نمر الآن إلى الخاصيات الشهيرة للعمليات الجبرية. ايش كمل الباقي يا استاذ محمد؟ ايش الباقي؟ هون قلنا سالب 8 5 اكس اس 5 كتبناها. اوكي. عندك هون سالب 6 اكس اس 4، دور على اكبر اس. اكبر اس ما هو؟ سالب 6 اكس اس 4، اكتب سالب 6 اكس اس 4. ثم ندور على الاس الموالي. الاس الموالي. الاس الموالي هو كام؟ الأخير. ما هو الأخير؟ خمسة يا ابني، ما هو الأخير يا أستاذ محمد؟ الله يهديك تقول لي خمسة. إيش الخمسة؟ الأس خمسة يعني؟ يا أخي ما تسألني على الاختبار يا أستاذ محمد، أنا بشرح لك الآن وأنت لابد أنك تفهم المعطى هذا وكيف توصلنا إليه، ما تسألني على الاختبار هي. طيب أمر الآن إلى الخاصيات الشهيرة. الفرق بين مربعين، الفرق بين مربعين، إذا كان لدينا x تربيع ناقص y تربيع يمكن أن نكتب على الطريقة التالية: x ناقص y ضرب x زائد y. إذا لدينا المربع الكامل x ناقص y كله أس 2 يمكن تفصيله x تربيع ناقص 2 x y زائد y تربيع، والمربع الكامل الثاني هو x زائد y تربيع يساوي x تربيع زائد 2 x y زائد y تربيع. طبعا هذه الخاصيات الشهيرة للحفظ، هذه للحفظ حتى نتمكن من الإجابة عن أي سؤال يعني معطى. فرضا لدينا الآن a تساوي 2 x ناقص y ضرب 2 x زائد y، كيف يمكن كتابتها؟ باستخدام الخاصية الأولى، عندك شيئا ما ناقص شيئا آخر ضرب نفس الشيء الأول زائد الشيء الثاني، إذن يصبح ماذا؟ يصبح 2x تربيع ناقص y تربيع. هذا بالنسبة للمثال الأول. فرضا لدينا الآن البي تساوي 2x ناقص 4y أس 2. طبعا نطبق القاعدة، المربع الكامل الأول هذا نأخذ الشيء الأول ونربعه،
ثم ناقص 2 ضرب المربع الأول، ناقص العدد الأول في العدد الثاني، زائد ماذا؟ العدد الثاني أس 2. إذن يصبح ماذا لدينا؟ يصبح لدينا 2x تربيع ناقص 2 ضرب 2x ضرب 4y زائد 4y تربيع. 2x تربيع تصبح 4x تربيع ناقص 2 ضرب 2 ضرب 4 تصبح سالب 16xy زائد 4y تربيع اللي هي تصبح 4 تربيع اللي هي 16، والy هذه y تربيع. هذا بالنسبة للمربع الكامل الأول. المربع الكامل الثاني ناخذ على سبيل المثال x زائد 3y أس 2 يساوي المربع الأول ثم زائد 2 ضرب الأول في الثاني ثم زائد الثاني أس 2. إذن الأول أس 2 هو x تربيع، زائد 2 ضرب الأول اللي هو x ضرب الثاني 3y زائد الثاني تربيع. يصبح لدينا إذن x تربيع زائد 2x ضرب 3y تصبح 6xy زائد 3y تربيع اللي هي تصبح 9y تربيع. هذه الخاصيات الشهيرة واستخدامها في طبعا يعني خاصة في تحليل العبارات الجبرية. قسمة حد جبري على حد جبري آخر. الآن عندما نقسم حد جبري على حد جبري آخر نقسم المعاملات ونقسم المتغيرات المتشابهة مع مراعاة طرح الأسس حسب القاعدة التالية. إذا كان لديك x أس n في البسط و x أس m في المقام فالناتج يكون x أس n ناقص m. نأخذ المعطى الأول 12x أس 5 على 4x أس 3. طبعا نقسم 12 على 4، 12 على 4 يساوي 3، ثم نكتب x وماذا سنفعل؟ 5 ونطرح منها ماذا؟ 3. إذن الحل يصبح 3x أس 2. 5x أس 5 ضرب y على 4x أس 6 ضرب y. 5 على 4 نبقيها زي ما هي، والواي مع الواي في البسط والمقام يروحوا، يصبح لدينا 5x أس سالب 1 على 4، إذن تصبح 5 على 4x. نمر إلى المعطى الأخير سالب 15x أس 4y أس 6 على سالب 3xy أس 2. سالب 15 على سالب 3 يساوي 5، و x أس 4 على x 4 ناقص 1 يصبح x أس 3، و y أس 6 نطرح منها 2 يصبح y أس 4. إذن هذا كيفية حساب قسمة حد جبري على حد جبري آخر. قسمة عبارة جبرية على عبارة جبرية بنفس الطريقة، يعني ما عندنا أي إشكال، نطبق نفس القاعدة. المعطى 12x أس 5، لا يوجد حل بالآلة الحاسبة هون يا أستاذ محمد، لابد علينا أن نطبق القواعد وخاصة الخاصيات الشهيرة التي درسناها وقلت لكم عليكم بحفظها. الآلة الحاسبة لا يمكن استخدامها إلا إذا كانت لدينا أرقام فقط، لكن هون عندنا متغيرات. طيب المعطى الآن 12x أس 5 زائد 4x أس 2 على 4x أس 3. نأخذ الحد الجبري الأول 12x أس 5 ونقسمه على 4x أس 3، ثم زائد نأخذ الحد الجبري الثاني ونقسمه على المقام اللي هو 4x أس 3. 12 على 4 يساوي 3، و5 ناقص 3 الأس 5 ناقص الأس 3 يصبح 2، إذن الناتج 3x تربيع. نمر إلى الحد الجبري الثاني اللي هو 4x تربيع على 4x أس 3. 4 مع 4 بيروحوا، ماذا يتبقى لنا؟ x أس 2 نطرح منها 3 يصبح x أس سالب 1، ونعرف أن x أس سالب 1 هو 1 على x، إذن الناتج 3x تربيع زائد 1 على x.
4 اكس اس 5 واي تربيع زائد 2 اكس اس 6 واي على 2 اكس اس 5 واي. لا تنظروا الى يعني وتقولوا ان العبارة الجبرية معقدة، علينا ان نبسطها، وهذا هو الهدف من الرياضيات، تبسيط الامور المعقدة من اول وهلة. ربما يعني تنظر اليها وتقول ان هذه العبارة معقدة، سهل الامر. عندنا العبارة اللي موجودة في البسط متكونة من حدين جبريين، الحد الاول والحد الثاني. ناخذ الحد الاول ونقسمه على المقام، ثم زائد الحد الثاني ونقسمه على المقام، ونطبق نفس القاعدة التي رأيناها منذ قليل. طيب نقسم المعامل الآن، 10 على 2 كام؟ 5. x أس 5 مع x أس 5 بيروحوا، ماذا تبقى لنا؟ y أس 2 وy في المقام، 2 ناقص 1 يصبح 1، إذن الناتج الأول 5y. الثاني الآن 2 مع 2، 2 في البسط و 2 في المقام بيروحوا، x أس 6 و x أس 5 في المقام يصبح 6 ناقص 1 يصبح 1، إذن زائد x. الواي مع الواي بيروحوا، إذن ترون أن في البداية المعطى كان معقد ولكن الحل يكون سهل. نمر الآن إلى تحليل العبارات الجبرية. تحليل العبارات الجبرية هو تحويلها كحاصل ضرب عبارات جبرية أخرى تسمى العوامل، وسنقتصر على تحليل العبارات الجبرية كثيرة الحدود. سنبدأ بالمثال الأول، x تربيع ناقص 1. x تربيع ناقص 1 يذكرنا بالفرق بين مربعين، يعني نحاول أن نكتب العدد 1 كأنه مربع، إحنا نعرف أن الواحد مربع هو 1، إذن يصبح لدينا x تربيع ناقص 1 تربيع. نطبق قاعدة الفرق بين مربعين وبذلك نتحصل على x ناقص 1 ضرب x زائد 1. نفس الشيء الآن بالنسبة ل x تربيع ناقص 5، لابد علي أن أتذكر الفرق بين مربعين. الخمسة كيف يمكن كتابتها؟ هو جذر 5 أس 2، يصبح لدي x تربيع ناقص جذر 5 تربيع، وبذلك يمكن أن أكتب x تربيع ناقص 5 تساوي x ناقص جذر 5 ضرب x زائد جذر 5. أستاذ محمد، جذر 5 تربيع يساوي 5، إحنا نتحيل على كتابة الخمسة كأنها جذر 5 تربيع، هي كأنها هي جذر 5 تربيع، وبذلك يصبح لدي مربع أول ناقص مربع ثاني، x تربيع ناقص جذر 5 كلها تربيع، يصبح لدي الفرق بين مربعين. نأخذ المثال الثالث، x تربيع ناقص 25. 25 كيف يمكن كتابته عدد أس 2؟ هو 5 تربيع، ليه جذر؟ يا أستاذ محمد، العدد 5 كيف يمكن كتابته كتابة عدد تربيع ونتحصل به على 5؟ هو جذر 5، جذر 5 تربيع يساوي 5، احنا قمنا بإعادة كتابة الخمسة على أنها جذر 5 تربيع، وبذلك نتحصل على x تربيع ناقص جذر 5 كلها تربيع، وبذلك نتحصل على الفرق بين مربعين. الآن x تربيع ناقص 25، ما علي أن أحاول؟ أحاول إيجاد الفرق بين مربعين. 25 كيف يمكن كتابتها؟ كتابتها 5 تربيع، إذن x تربيع ناقص 25 هي في الحقيقة x تربيع ناقص 5 تربيع، إذن يمكن كتابتها x ناقص 5 ضرب x زائد 5. واضح؟ نمر الآن إلى تحليل العبارات الجبرية التالية بأخذ العامل المشترك الآن الأكبر، x تربيع ناقص 2x، هذا هو المعطى، أريد الآن كتابة هذا المعطى وأخذ العامل المشترك. ما هو العامل المشترك؟ طبعا هو x، يعني اكتب x ثم افتح قوس، x ضرب ماذا يساوي x تربيع؟ x ضرب x،
x ضرب ماذا يساوي سالب 2 x هو سالب 2. هذا كيفية تحليل العبارات الجبرية بأخذ العامل المشترك. المعطى الثاني 3x تربيع ناقص 12xy. ترون أن 12 هي من مضاعفات العدد 3، يعني يمكن أكتب 3 كعامل مشترك. لدي x تربيع في العبارة الأولى ولدي x في الثانية، إذن الـ x هو عامل مشترك. إذن العامل المشترك هو 3x. إذن أكتب 3x ثم أفتح قوس وأسأل نفسي 3x ضرب ماذا أتحصل به على 3x تربيع؟ هو ضرب الx. ثم 3x ضرب ماذا يساوي سالب 12xy؟ هي سالب 4y. 3x ضرب سالب 4 سالب 12 وx ضرب y سالب 12xy. هذا هو تحليل العبارات الجبرية بأخذ العامل المشترك. نمر الآن إلى يعني العبارة الجبرية ثلاثي الحدود. تكون العبارة الجبرية ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية في المتغير x على الصورة التالية: ax تربيع زائد bx زائد c. هذه هي العبارة الجبرية ثلاثي الحدود. سوف نتوقف اليوم إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الحصة القادمة. عليكم أن تذاكروا ما درسناه، وما تبقى ليس بالكثير إن شاء الله، يعني نمر يعني حتى نتمكن من إنهاء الفصل الثاني، الفرق بين مكعبين، وبذلك ننهي الوحدة الثانية إن شاء الله. أستودعكم الله و نلتقي بكم إن شاء الله يوم الأربعاء على الساعة 7:30. أذكركم بأنني يعني وضعت على النظام توقيت الحلقات الحية، وذلك يعني لأن عدد الطلاب يعني لا غير يعني كثير بالنسبة للحاضرين معنا في اللقاءات الحية. طيب، إلى اللقاء. والله أنا بودي أنتظر يعني قبل ما نفتح النظام، يعني المشكلة أنه النظام يفتح بالضبط ولكن يقفل الآن يعني مع 15، يعني أنا يمكن أن أتطوع وأدرسكم حتى للساعة الثامنة أو الثامنة ونص، ما يقلقني. أوكي يلا.